54 سنين محترمه تديه المواصفات العقليه، ايه المانع؟ يعني ايه المانع؟ احنا عندنا القدره وعندنا الامكانيات نعمل هذا الكلام. نقعد نصرف ملايين مبنى معمول بقاله 7 سنوات. ده مبنى معمول 7 سنوات مبنى بينهار. ده المبنى بتاع 40 سنه ولا 50 سنه ما بينهارش، بس ما خلاص انتهى. طب ما مفرغ والهواء داخل خارج فيه الميه والتراب. فاحنا عندنا الثلاث حاجات دولت، الارض والمجمع الاعداد اللي هو فيه الكلام دي والمستشفى يوسف الصبي، لو نعملها حاجه متخصصه بجانب ان احنا نعمل الدور الارضي يبقى نشوف نوصل حل مع الوقت الصحي. الوقت الصحي مش عايز تعملها، تمام؟ يعني تديها القوات المسلحه حق الدفاع، تديها لها ممدوح كده ونشوف هم مستشفى يوسف الصبي. ندفع تدفع التكلفه اللي هم صرفوها، يعني نوصل لحل. لا دي سهله بقى، دي على مستوى القيادات دي بيتعاملوا مع الحاجات دي. اخذنا كثير من الحاجات دي. احنا نخلص، انا خلص مستوى قياداتي امبارح اتكلم مع وزير الصحه. ونخلص فيها دي مفيش مشكله. لكن احنا نشوف مدى